تفاصيل وفاة الدكتور وليد بلطي. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بوفاة الدكتور وليد بلطي، ولهذا السبب هنتعرف على قصة الدكتور وليد بلطي وتفاصيل وفاة سناء علي على يد الدكتور وليد، وهو دكتور التجميل التونسي الشهير. فقد وردنا أنباء عن وفاة سيدة تدعى سناء علي أثناء إجراء جراحة تجميلية لها بأحد مراكز وعيادة الدكتور وليد، وهو ما تسبب بحالة من الجدل في الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. وانتشر فيديو لوفاة سيدة تدعى سناء علي، وأشار الفيديو المتداول أنه تم قتلها بدم بارد خلال إجراء عملية تجميل. في قصة مثيرة تسببت الكثير من الغضب، مطالبين بالقضاء على الدكتور وليد بلطي، وحتى اللحظة لم يتم التأكيد عن سبب وفاة الدكتور وليد بلطي.